سيما فهمنا بالبي الار ابليس طبعا لما تكونش مجالات مفترسه. عندنا كذلك المداخلات الدوليه والوطنيه، احنا ماذا بينا ننتبهوا الامور هذه باش ما تكونش في فيما بعد اسئله كثيره، لانه في كثير من يقول لك انا عندي كتاب ملتقى او عندي عدد خاص بملتقى منشور في كتاب او في مجله، ما عنديش وين نوضعه في البروغرس. هنا هما حدوا الفكره انه اي بروسيدينغ خاص بمداخله دوليه او وطنيه اذا ما كانش في قواعد مفهرسه دوليه في سكوبيس او في ويب اوف ساينس، اذا هنا ما يحتسبلكش كنشاط منفرد. معناتها اذا عندك منشورات خاصه بملتقيات، كتاب ملتقى او مجله او عدد خاص بملتقى في مجله، هنا رابط النشر ذلك الكتاب او ذلك تلك المداخله توضعها مع المداخله في البروغرس فقط، ما تحسبش ككتاب واحد.